ومعنا على الهاتف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. بعد التحية، كيف ترى زيارة الرئيس السيسي إلى المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت المهم حيث التحديات الإقليمية والدولية المختلفة، وخاصة أن زادت هذه العلاقات رسوخا في عهد الرئيس السيسي؟ طبعا لازم نقول أن العلاقات أو الزيارات على هذا المستوى بين مصر والسعودية دائما لها طبيعة خاصة وبتأخذ يعني اهتمام كبير جدا، سواء كان من الطرفين او حتى من الاقليم او حتى من دول العالم، لانه اللقاء المصري السعودي على مستوى القمه ده يعني اشياء كثيره في ظل تحديات غير مسبوقه بتواجه المنطقه ويمكن بتواجه العالم كله في ضوء تحديات عابره للحدود زي ازمه كورونا، تغير المناخ، الاوضاع في اوكرانيا كلها، يعني الارهاب وغيره من الموضوعات اللي هي اصبحت يعني تصيب كل دول العالم ولا تترك احد الا لما تصل اليه. ومن هنا فكره التنسيق المصري السعودي ده دائما حجر زاويه في عمل عربي مشترك اكبر واوسع، ولكن دائما بتكون هذه النظره الاستراتيجيه من البلدين هي الاساس في تقدم العمل العربي المشترك في مواجهه الاوضاع اللي اصبحت يعني متشابكة ومتصلة بعضها البعض في كل دول العالم. وأكد أن الأزمة في أوكرانيا هيكون لها نصيب كبير من الحديث، وأيضا الأوضاع في منطقتنا زي الأزمة السورية والليبية واليمن وغيرها من الموضوعات طبعا الخاصة بالعلاقات الثنائية أيضا. ولكن في النهاية اللقاء المصري السعودي دائما يتسم بأهمية خاصة وبنظرة عميقة من كل المراقبين للأوضاع في المنطقة. صحيح. أيضا تتسم العلاقات المصرية السعودية على الصعيد الاقتصادي بالتعاون في كثير من البلدين، وخلال السنوات الماضية تم توقيع أكثر من 60 اتفاقية للتعاون بين مصر والسعودية بمليارات الدولارات. تعليق حضرتك على ذلك؟ لا صحيح حضرتك، الاستثمار السعودي في مصر طبعا له نصيب كبير. مصر بتوفر بيئة جيدة جدا للمستثمرين من الدول العربية وبشكل خاص من المملكة العربية السعودية. وايضا ما ننساش ان في مجموعه او يعني اعداد كبيره جدا من المواطنين السعوديين بيعيشوا في مصر تقريبا بشكل منتظم، وده في حد ذاته بيعكس ايضا قوه العلاقه ومدى الاحساس بالامن والامان هنا داخل الدوله المصريه من جانبهم. وانا اعتقد انه التعاون الاقتصادي بين مصر والسعوديه ممكن ان هو يعني ينعكس ايجابيا على العلاقات بين البلدين، وايضا على يعني الاوضاع الاقتصاديه في البلدين والحياه اليوميه بالنسبه للشعبين. صحيح. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا السفير محمد العرابي وزير الخارجيه الاسبق.